نحن نعرف كلنا بأن هذا غدا سوف يكون هناك مباراة جيدة، قد تكون هناك بعض المشاكل والصعوبات، ولكن اللعب الذي يلعبونه هو لعب جيد، لديهم لاعبون ممتازون ومتميزون ولاعبون يلعبون أمام فرق كبرى. فريق الوطني المغربي احتل الرتبة الرابعة ولعبوا لعبا جيدا أثناء كأس العالم، ولديه لاعبون دوليون متميزون، ومعظم هؤلاء اللاعبين يلعبون في نوادي أوروبية كبرى. وزميلي حكيم لعب معي في ريال مدريد وهو لاعب ممتاز، إنهم يلعبون بجودة رائعة. وأيضا الجمهور، ينبغي أن نعرج على هذه النقطة، فنحن نعرف بأن هذه مباراة كبيرة ولكن سوف تمثل لنا بعض المشاكل الصعوبات الكبرى، إذن سوف تكون هذه مباراة ممتازة. نفهم بأن مباراة الغد هي مباراة مهمة جدا لك مدرب، ماذا تتوقع، ما هي توقعاتك بخصوص مباراة الغد، وكيف تحس تجاه هذه الأجواء الحماسية هنا؟ إذن سترون هذا غدا، سترون ردة فعلنا غدا ومستوانا غدا. نحن نلعب ضد فريق قوي، المغرب هو فريق قوي، هم جيدون جدا في الهجوم، لديهم مدافعين رائعين، إذن كنت دائما أفكر في خلق توازن في اللعب، إذن سيكون هذا مرتبطا باللاعبين لإظهار ما يمكن أن يظهر علو كعب البرازيل غدا في مقابلة الغد. إذن كما قلت، فالفريق المغربي هو فريق قوي، لعب خلال كأس العالم، وفريقنا هو فريق متوازن. أيضا لدينا بعض اللاعبين الذين لعبوا في كأس العالم، ولدينا أيضا رودري كازيميرو، لاعبين أيضا مهمين، إذا لدينا التوازن، وهؤلاء اللاعبين بطبيعة الحال هم لاعبون شباب، جلبنا من مجموعة من الفرق وتم استدعائهم لأول مرة، فهذا هو فريق قوي جدا، وأنا متأكد جدا بأن سيكون لدينا فريق ممتاز بطبيعة الحال في هذا الإطار، اللعبة ستكون رائعة جدا. إذن شرف كبير لنا أن نكون هنا أيضا اليوم، وأنا متأكد بأن كل هؤلاء اللاعبين هم لاعبين محض أو لاعبون محظوظون بطبيعة الحال لارتداء قميص البرازيل، إذن المغرب يستحق كل التقدير والاحترام بطبيعة الحال. على هذا سيكون هناك عرض رائع، وسيكون هناك بطبيعة الحال اللعب جيد جدا. شكرا جزيلا جد لكم، وشكرا على طيب الإصغاء. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.